قضية انك عندما تقول انت التوفيق هذا اللي هو يعني موفقة في اطار هذه المصالح اللي نتكلم عليها ما بين سنة 2007 و 2009 كنت على تواصل مباشر معه. وهما كانوا يقولوا بان يعني كانوا يحاولوا يبرروا بان هما نفسهم ما كانوا ينتظرون يعني النتائج اللي وصلت لها الازمه. كان عندهم غرض يعني كانوا داروها حين رجعت لهم عجبهم. فانا ايش ماذا قلت؟ قلت اذا كان هذا هو الصحيح فما يعني الجزائر أولى من أي شيء، اعترفوا للشعب الجزائري اجتهدتوا وأخطأتوا وكل الناس تخطئ مهما كانت تتحمل المسؤولية، ولكن تشوف الجزائر في الاتجاه الصحيح. إذا أنتم كما هكذا فنحن معكم. سنتين وثلاث سنوات وأنا على تواصل مباشر حتى على طريق ممثل رسمي لأنني لا أتكلم، قلت أي كلام أقوله تسجل. حتى غدوة أي كلام حتى التواصل اللي وقع معاه ما هوش جزافي باغي تجيب أخي حتى أجيب الكلام يا أخي مسجل خلي الناس تسمع وش قلت ما فيش كان أنا اتصلت بك وخلاص وتقول ما تشاء عني أني قلت لك ولا قلتني لا الكلام مسجل وفي السفارة وتفضل عندك نسخة ما عنديش نسخة لكن لا يهمني لأن الكلام أنا لأن أنا ما يهمنيش أنا لا أريد أن أحكم الناس لكن عندما يريد الإنسان أن يقول بأنني قلت شيء لأن الكلام مسجل يجب الناس تسمع. اسمح لي أخي كلمة أنا منبية. أي نعم. هذا اسمه فضلك أخي. أنا أشوفك منبية أصلا. أي تفضل. عارف كعمدية. أي تفضل. كل تفضل. وكل عام حاطط المدية ما شاء الله وطلعت شفت الجماعة تاع المدية والجبل اي نعرفهم صح هلا لا لحقوا للدرجة في المدية ماشي هذه لي مانيبيولاسيون كذا منها تمشي لهم شوية دوك انت يا انسان زيرو كازينة في الخرجة تاع المدية واسمها كازينة تاع لودي لودي مشهورة هاد الناس تاع لودي اللي ساكنين بسمها لوك فرنسا مشهور بياعين ناس بياعين وعلاه بياعين من الجهل يقول ربي يقول بسم الله الرحمن الرحيم اشد الجهل الاعراض الاعراض اشد الكفر والنمر انا هاد الناس تاع ناس برا وكمنا انا خايف عليه الجهل يجي الاخر يسبي لك عارف يعطي وش بياخذ ما يردوا بيا اصبح اما هذاك الفيلاج مشهور كيما بيسكرا داروا لها تيكي من وقت فرنسا من وقت ما استعمار يصنف صح اما لا هذه لودي داروا فيها كازيرنا وداروا بلاتفورم تاع بيطون كبيره مشهوره كاع هي يعرفوها بلاتفورم كبيره وكل اسبوع تجي لي هليكوبتر معمره من كازيرنا الى خوجة يرميو الناس اطباء ومهندسين راني تكلمتها خاطرش حلفت كي شفتها انا بعيني حبطت وشفتها بعيني باش امن خاطرش يقولوا ياك لازم وثاني شو يجيو شو الهليكوبتر تطلع كنا نقولوا الماكسيموم تطلع في العلم ويرميو الناس هذا طبيب هذا كذا الدراري نسا يرميهم الهليكوبتر هذه النقطة هذه مهمة جدا كيف يلحقوا للدرجة ترمي خوك من الطيار من الهليكوبتر وش السنة هذه؟ هذه في هذو اللي دو ديزيني هو ماهوش هذه هي الاشكاليه اللي الناس ما حابينش يفهموها باش تسمع حبيت واش حبيت هذه النقطه باش نقول لك بلي ماشي يحسب مانيبيولاسيون كذا ما يحسبوا في الحياه وتاع مقالة تاع الاخرى وكذا ما نعرفوه كاع تاع حسب داروا يمسحوا الموس في الحياه شكون اللي عنده الهليكوبتر يرمي الناس من فوق والحياه ثاني ايه معناها في القصد لا ولكن اسمح لي اسمح لي اسمح لي